السلام عليكم، مساء الخير عليكم كاملين. سعيد باللقاء معكم مره اخرى في هذا العدد والحلقه جديده من الاناليز ديال تيرسي كوارتي كانتي بلس. غادي نبقاو في البودغوم ديال باري فانسين اللي غادي تجري فيه تيرسي كوارتي كانتي بلس. انا فكنشكر مره اخرى صراحه الناس اللي كيشاهدوا لي فيديو والناس اللي كيدعمونا بلي برونونسيك ديالهم وكيدعمونا بلي كومونتير وبلي لايك ديالهم. فكنتمنى للجميع دوام الصحه وتكونوا في صحه جيده ونقدم لكم بون شونس. اذا نهار الثلاث غادي نبقاو في لي بودغوم ديال باري فانسين اللي غادي يجرى فيها الكانتي في لارينيو اون البروميير كورس ديال البروغرام البري ديال جونفيل اللي غيكون الديبار ديالو مع الوحده و50 دقيقه. دونك كانتي اللي قد يكون شويه صعيب، كانتي اللي غادي يكونوا فيه غير لا جينيراسيون ديال السيزون وغير لي مال بوحدهم. ملي كنقول لي مال يعني كنعني بهم حتى لي هونغر بطبيعه الحال. فكيف ما قلت لكم 15 ديال لي بارتو معنا في الديبار وغادي نجريو في المسافه الكلاسيكيه والمسافه ديال البري داميريك اللي هي 2700 متر في لا غران بيس ديال فانسي. كيف ما قلت لكم كانتي ممكن نشوفوا فيه دي بتي سوربريز لانه 15 ديال لي بارتو ملي كنشوفوا الرقم واحد كنلقاو عنده في الكونت بونكر ديالو 68000 اورو، يعني الا ربح غدا الرقم واحد لا كورس ديال غدا اللي فيها 44000 اورو ديال لي زالوكاسيون فغادي يربح 19000 اورو، يعني غادي يولي هو لو بلوغيش اللي غتولي عنده بعمليه حسابيه تقريبا واحد 89000 اورو. فما كاينش فرق كبير ما بين الرقم واحد والرقم 15، يعني لو موغيش ولو بلوغيش ما كاينش فرق كبير. لي بتي ديتاي هما اللي غادي يديروا لا ديفيرونس غدا. هذا هو الديكور وهذه المعطيات الاوليه بالنسبه لكانتي اللي غادي ندوزو دابا نديرو ليه الديبغيف ونتكلمو على لي شونس ديال ال 15 بارتو معنا في الديبار. اذا نبداو هذا الاناليز ديال كانتي مع رقم واحد غريغوريو هونغر ديال سيزون ولد كارلوس اللي توا كنا كنشوفوه في هذا النيفو ديال لا كومبيتيسيون وكنا كنشوفوه في لي كانتي بلوس. دونك هذا العود من لي لونطوراج ديالو ولونترينور ديالو ميشيل دابوي فكر وقرر انه يدافر هذا كات. فشفنا العود صراحه هذاك هو البلوس اللي كان خاصو ولا كيريبيتي كاع لي كورس ديالو. شفنا لا فيكتوار ديالو في البودوم ديال ماشول في شهر 11 وشفنا لا فيكتوار ديالو في البونشاتو في شهر 12 فكيبان انه دار بزاف ديال لي بروغري ملي كان ديفيريو دي كات. بالنسبه لا 5 بلاص اللي خدا لنا في هذا لي بودوم وفي هذا الباركور هذا ديال 2700 ديال لا غون بيست اللي كانت ورا الرقم 6 غريمان د بوسي فكنظن انها كتخلي لي انشونس غدا باش يسالي على الاقل كاتخيم 5. كيف ما قلت لكم ما كاينش فرق كبير ما بين هذا الرقم واحد لو موغيش اللي عنده 68000 اورو الى ربح غدا غدا تزاد ليه 19000 ويولي هو لو بلوغيش. فلي بتي ديتاي هما اللي عدوا الفرق، مساله ديال اختيارات عطيته دوزيام شونس. رقم جوج جولد ديكروفيل هونغر ديال 6 سنين واول بارتون ديال برينو ماري اللي دوبلومون غوبريزونتي غدا في الكانتي. حتى هو ولد واحد العاود اللي كنا كنعرفوه في هذا النيفو ديال لا كومبيتيسيون اللي هو سولاي دي فوسي. دونك عاود اللي حتى هو يا نقدر نقولوا عليه انه كومبليكي بحالو بحال الرقم واحد. فالرقم واحد من 44 كورسه في الكانتي 23 مره دار لافوت، فهذا الرقم جوج حتى هو من 44 كورسه 23 مره دار لافوت. فهنا كيبان لكم انهم ماشي لاسيغونس اتو ريسك مع هاد جوج ديال الخيل. الى بقى ساج وما دارش لافوت فممكن حتى هو ياخذ ان بلاس. شفنا جوج ديال لي بلاس خدهم لنا مؤخرا في لا غون بيس ديال فانسين، الاولى كانت في 2100 والثانيه كانت في 2850. كيف ما قلت لكم الى بقى ساج وما دارش لا فوت وما دارش لا بيتيز فممكن انه يسالي في لاريفي. غادي نطونتي كوم بروميير شونس لهذا الرقم جوج جول ديكروفيل اللي كنظن وكنعتقد انها احسن شونس بالنسبه لبرينو وماري غدا في الكانتي. رقم ثلاثة غريغري بوي هاد الهونغر ديال 6 سنين لونترينمون لا كازاكو لا دغيف ديال ايف دغو. دونك هاد الهونغر هذا اللي شفناه يعني بعد ما قرر ايف دغو انه يديه المونتي فكانت يعني صراحة فكرة مزيانة لأنه ربح لنا بأول كورسة اللي في المونتي وكانت في هاد لي بودغوم وفي هاد الباركور هذا ديال 2700 وهاد الشيء كامل كان في 21/12 من العام اللي فات وكونفيرما مرة أخرى وخد لنا ان تخوازيام بلاس في نفس لي بودغوم وفي نفس الباركور في آخر كورسة العام اللي فات اللي كانت في 31/12. فممكن أن هاد المونتي تكون ساعدته بزاف غادي يدير لو غوتور ديالو لاتلي. غادي نطونتي كود بوكر ونحطو في لاتيت ديال السيليكسيون ديال الرقم 3 غريغري بوي بروميير شونس. رقم 4 غيري كاستو لي هونغر ديال السيزون. هاد الهونغر هذا لونترينمون ديال غيوم غيو. ملي كنقولو غيوم غيو فكنتفكرو العود اللي كان عند هاد غيوم غيو اللي هو بلاك جاك فروم، العود اللي كان هو تخي كومبليكي كان ديما كيدير لي فوت ولكن ملي كيديسيدي وكيدير لاكورس ديالو فكيكون امباطابل يعني وكيقد يربح. دونك هاد العود غيري كاستو اللي تاهويا ما خرجش على هاد النطاق هذا وبقى تاهويا وفيه لهاد الخيل اللي كيكون عند هاد لونترينور هذا غيوم غيو. فتا هو عود لي كومبليكي
37 كرسه في الكارير ديالو، 16 ولا 17 مره دار لنا لافوت. فغدا لي كوميسير تما غادي تكون عندهم خدمه انهم يردوا البال لهذه العوده ديال، لانه ممكن يدير لافوت في اي وقيته في الباركور. عاود اللي جانا من لي ريكلامي دونك، واش عنده النيفو ديال هاد لا كومبيتيسيون ولا لا؟ معايا تنعجو ميشيل بازير اللي غادي يجري معاه لاول مره، وجو ميشيل بازير غادي يلقى لي ريغلاج باش ما يديرش لافوت. عاود لي كيف ما قلت لكم قد اكسبلوزا في اي وقيته في الباركور، غادي نعطيه ان دوزيام شونس غيري كاستولي. رقم 5 كابو دي روكا، هاد الهونغر ديال 6 سنين ولد توا ان شامبيون اكيم دو كاب فيغ. دونك هاد الهونغر هذا اللي صراحه ما كانش عاد هاد الانترينور الكسندر، فكان عند ريشار ويلسترينغ. ملي كنقول ريشار ويلسترينغ كنقول تيموكو، كنقول ايتونو، كنقول يعني هاد لي دو شامبيون اللي كانوا عند ريشار ويلسترينغ. فملي بدل الانطوراج ديالو وبدل لي كوري ديالو جا عدد الكسندر ويسوك، فباقي ما شفنا شي حاجه كبيره. جوج ديال لي كورس وفي كل مره كيدير لي فوت، فكيبان على ان لونترينور ديالو باقي كيقلب على لي ريغلاج، كيقلب على دوك لي بوطون اللي غادي يستعملهم باش هاد العوده يخرج احسن ما عنده. فلحد الساعه باقي ما شفنا شي حاجه كبيره، غادي نحطو في الخانه ديال لي موغ ونتسنى يعني اشارات ديال الحياه ولا انسين دو في من هاد الرقم 5 كابو ديال روكا في لا تخوازيام كولون باغمي لي موغ. رقم 6 غريمان دو بوسي، هاد الهونغر ديال 6 سنين، هونغر اللي تا هو كيريبيتي كاع لي كورس ديالو، يعني كل كورس هو يعني سواء كنشوفوه في بلجيكا ولا كنشوفوه في الالمان في الهامبورغ من قبل، ولا حتى في لي بودوم ديال باغي فانسين اللي شفناه يعني في شهر 12، يعني بعد ما ربح لنا لا كورس ديال 10 12 وكانت يعني في هاد لي بودوم هذا وفي هاد الباركور هذا، وكانت قدام جيس اللي هو العود اللي عطى لا فيكتوار لإريك رافان في 30 12. وشفنا ان اريك رافان بهذيك لا فيكتور مع جيس بات الروكور اللي كان عند ميشيل بازير اللي هو 346 كورسه ولا 346 فيكتور في عام واحد. فكان هذا الرقم غريمان سالا دوزيام على جيس اللي كما قلت لكم عطى الروكور لاريك رافان. دونك عاود لهم بلان فورم، عاود لي كنظن انه ما عليه الا انه يريبيتي لي دو دانيير كورس ديالو باش يسالي في لاريفي، وغادي نطوطي لوجيك بروميير شونس هذا رقم 6 غريمان دو بوسي بروميير شونس. رقم 7 جينو فيفا، هونغر ديال 6 سنين ولونترينمون ديال دومينيك لوكنو ولا كازاك ديال مدام انا كارلسون. دونك هاد الهونغر هذا هو الاخ ديال العود اللي عنده نفس لا كازاك وعنده نفس لونترينور اللي هو دونا فيفا، دونك اللي كنعرفو مزيان تو في هاد النيفو ديال لا كومبيتيسيون. فهاد جينو فيفا عاود اللي كان موقف لا كومبيتيسيون من شهر 9، شفنا لا غونتخ ديالو في 18 12 في هاد لي بودوم وفي هاد الباركور هذا وخد لنا ان سيتيام بلاس. عاود اللي كنظن انه الى رجع كاع المؤهلات ديالو فممكن انه تا هو يسالي في لاريفي ديال الكانتي. سبق ليه دار لنا 1 13 5 في هاد الباركور هذا وكان في شهر 9. لوريجين ديالو تي كتبقى مزيانه، الام ديالو هي كوزا فيفا اللي كنا كنشوفوها بلا كازاك ديال بول فييل. ف ان بتيت بلاس لوجيك كتبان ليا مع هذا الرقم 7 جينو فيفا ولا دريف ديال جابرييل جيلورماني. رقم 8 غولفور ديال الوايو، هاد الهونغر ديال 6 سنين ولا كازاك ديال ماتيو ابريفار ولونترينمون ديال ماتيو ابريفار، ولكن لا دغيف هاد المره ديال جونيتيان ابريفار. فعاود اللي كنا كنتسناو منه بزاف في لا ديغنيغ كورس ديالو اللي كان في هاد لي بودغوم وفي هاد الباركور هذا ديال 2700 ديال لا كرون بيس في 24 12، مشى ملعوب داك النهار، مشى تقريبا بواحد 6 كونتر 1 مع الكسندر ابريفار ولكن دار لا فوت. ف بدلنا يعني الدغايفر ديالو، عيطنا على جونيتيان ابريفار، واش جونيتيان غادي يعطيه لا كورس اللي غادي خاصو؟ واش غادي يوصلوا لاريفي ولا لا؟ غادي نعطيه دوزيام شونس لهذا الرقم 8 غولفور ديال وايو، دوزيام شونس. رقم 9 جورجيو اوفوغ، هونغر ديال 6 سنين وان بيغ برودوي ولا ميد ان كريستيان بيجون، هاد العوده لان الاب ديالو هو تياغو دي تونغ والام ديالو هي تيغا دوفوغ، دونك ان بيغ برودوي ديال لا فامي بيجون. هاد العوده اللي تا هو شفنا كيدير لنا ميتين كيف ما كيديروا تقريبا الاغلبيه ديال الخيل ديال لا فامي بيجون في هاد الوقيته ديال العام. فتا هو ربح لا كورس ديالو اللي كانت في لاكون ديال في لا بتيت بيس في شهر 11، وكونفيرما لينا في لو دو ديرنيغ كورس اللي كانوا في شهر 12 في 2100 وفي 2700. فكيبان انه حتى هو عنده لا شونس ديالو باش يسالي في لاريفي ديال كانتي. جورجيو اوفوغ الرقم 9 بروميير شونس. رقم 10 جورج لافونتور، هاد الهونغر ديال 6 سنين، هونغر اللي تا هو داز من لي كورس اريكلامي باش يوصل عند ستيفان ميشيل لونترينور ديالو. دونك عاود لي تا هو نقدر نقولوا لانه بعد ما وصل عند هاد لونترينور هذا فكيدير دي كورس مقبولين، كياخذ دي بلاس.
لحد الساعه، فباقي ما ربحش مع هذا لونطرينو. غادا شفنا لا كاتخيام بلاص اللي خدها لينا في هذا لي بودغوم هذا وفي هذا الباركور هذا، وكانت في 18 12 مع جون بيير مونكلان، فتا هو عنده ان شونس على الاقل باش يسالي كاتخيام سانكيام. غادي يكتشفوا اريك رافان غدا، وهذا العود غادي يكتشف لي كانتي غدا، فكون ميم غادي نطونتيو بروميير شونس بور لي بلاص لهذا الرقم 10 جورج لافونتور بروميير شونس. رقم 11 غوغو، هاد الهونغر ديال 6 سنين ولا كازاك ديال جون بيير بارجون، هونغر اللي حتى هو يعرف واحد التوقف في لا كارير ديالو عفوا من شهر 10 ديال 2019 حتى شهر 5 ديال 2020، دونك بعد ما بين قوسين بعد ما طهرناه ولا هونغر هاد العودة هذا. فشفنا لو غوتور ديال لا كومبيتيسيون في 2020، نقدر نقول انه ما شفناش شي تحول كبير يعني بعد ما طهرنا هاد العودة هذا. عاود لي لا فورم ديالو كتبقى يعني قصيره وما كيطولش يعني في لا فورم ديالو، حتى هو يا كيبان لي بيان اونكاجي في هاد الكانتي بارمي لي غيش، مادام انني شرحت ان ما كاينش شي فرق كبير ما بين لو موان غيش ولو بلو غيش لا دريف ديال ماتي موتي، فكل شيء ممكن مع هذا الرقم 11 غوغو اللي غادي نعطيه دوزيام شونس ونحطوه في الخانه ديال اونكا دو نون بارتو. رقم 11 غوغو. رقم 12 غاري توري، هاد الهونغر ديال 6 سنين، هونغر اللي بدا لا كارير ديالو عند يانيك بريون، وهادشي كامل يعني كان في الجنوب ديال فرنسا في 2018، دونك هونغر اللي حتى هو ما شفنا شي حاجه كبيره، كان موقف لا كومبيتيسيون تقريبا واحد المده يعني من شهر 6 ديال 2020 حتى شهر 12 ديال 2020. مره اخرى غادي يدير لا غونتخ ديالو يعني من شهر 10 ما شفناش لا كومبيتيسيون، لي ديرني كورس ديالو في 5 ديال لي ديس كاليفيكاسيون، حتى هما لي كوميسار غدا غادي تكون عندهم شويه ديال الخدمه باش يردوا البال لهذا الرقم 12 غاري توري. ففي هاد لي كونديسيون غونتخي على الاقل خاصو يكمل الباركور ديالو وما يديرش لافوت، هذاك الشيء اللي كان غادي يكون مطلوب من ليو ابريفا. غادي نحطوه في الخانه ديال لي مور رقم 12 غاري توري. رقم 13 جيبار دو تيار، هاد المال ديال 6 سنين ولونترينمون ديال سيلفان روجي ولا دريف ديال دافيد توما، هاد الهونغر هذا ولا هاد المال هذا عفوا اللي تا هو نقدر نقول لانه ريغولي كيدير كاع لي كورس ديالو، فعاود اللي ما كيديرش بزاف لي فوت، كنظن انه من باش نعطيكم معلومه صحيحه من 38 كورسه مره واحده اللي دار لافوت، فهنا كيبان لكم انه على الاقل كيجري وكيعرق وكيفزق توني هاد العوده هذا وكيدير لا كورس ديالو، هذا هو المهم. دونك عاود لي تا هو كنظن انه لا غادي تكون كيلومتر ديال 1.14 جوج كتخلي لي ان شونس على الاقل بوغ ان 4 5 بلاص في هاد لي بودروم هذا وفي هاد الباركور هذا مع هاد النيفو ديال لا كومبيتيسيون مع هاد النيفو ديال هاد الخيل هادو، الا دات كلشي مزيان غادي نطونتيكم ان بتيت بلاص مع هاد الرقم 13 جيبار دو تيار 4 5 كتبان لي جواب مع الرقم 13. رقم 14 جيني دي لوكا، هاد الهونغر ديال 6 سنين غادي يكون ثاني بارتون ديال برينو ماري ولا دريف ديال غيوم مارتان اللي كنعرفوا انه غالبا كنشوفوه في المونتي، فهاد العوده هذا هو يا شفناه مؤخرا وشفناه يعني في هاد الشهور اللي فاتوا كنشوفوه في المونتي بزاف. برينو ماري كيف ما قلت لكم عنده جوج ديال لي بارتون في الكانتي ديال غدا، واش جبنا هاد العوده باش نخلوه اون فورم ولا على قبل لونغاجمون، دونك ما عرفتش انا صراحه شنو الهدف من برينو ماري انه يجيو هاد العوده هذا. المهم سيغ لو بابي فكيبان هاد العوده هذا استدي المره تجرب في هاد لي بودغوم وفي هاد الباركور هذا ديال 2500 ولا 2850 لا صوت لا صوره، بيان اونغاجي مي كوميم غادي نعطيه دوزيام شونس. اذا غادي نكملوا مع رقم 15 غران كانيون، هاد المال ديال 6 سنين ولا دغيف ديال بيير فيركروس ولونترينمون ديال لوك رولينز، دونك هاد المال هذا اللي تا هو كيلقى اونكاجمون مزيانه لو بلوغيش، ولكن حتى حاجه ما كتعوض لا كومبيتيسيون عاود اللي كان غايب ولا غائب من لو 22 سبتمبر ديرني، ففهاد لي كونديسيون غادي نعطيه ان دوزيام شونس، واخا كيف ما قلت لكم لونكاجمون فهي جد مهمه، عاود سبق لي ربح في 1700 ديال لا غران بيس ديال فانسين، مي حتى حاجه ما كتعوض لا كومبيتيسيون، غادي نعطيه دوزيام شونس الرقم 15 غران كانيون. اذا اصدقاء متابعي المشاهدين ديال قناه اليوتيوب اناليز ديال تيرسي كوارتي كانتي بلس راها سالات، فغادي نحاول ندير فيديو ديال لي زوتر ايفينمون اللي كاينين، كنظن كاين كوارتي وكاين كانتي في المغرب في لي بودروم ديال اونفا، وكاين كوارتي على ما اعتقد في لي بودروم ديال بورنوشي الا كانت معلوماتي صحيحه. دونك هادشي اللي كاين معكم عصام، ما تنساوناش بلي لايك ديالكم وبلي كومونتير وبلي تويو ديالكم. كان معكم عصام، شكرا لكم وبسلام عليكم، باي باي.